الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادتان. إن panagnaan rukun din ha mga rukun sin Islam amuna in dua pagnagsaksi. نعم، تشهد أن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. magsaksi ka wero untupot pagtag-ipunan buat malin kanin Allah. كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة. إن أونو أونونا أمو إن بيقدق إيبونان ما بو أسدنها الله سبحانه وتعالى إن يري باطل. أكفر بجميع ما عبد من دون الله. بقو بسنون يا أكفر بجميع ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله هذا كفر أكبر. بقو بس كفر ها همان مقدق إيبون كو دغا إن دينها الله سبحانه وتعالى. وأفرد الله سبحانه وتعالى بالعباد. تُنْقَلُ النَّتِينَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دُنْهَا بَقْ إِبَادَةً كَنْيَا. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين. إن لا إله إلا الله إن شيني بيا بيا بيكسن بيانون نأونسيا دوا كوان أونسيا لونتا دوا أمون هاغنيا. لو أسقطنا عمود من العمودين انهار البناء. نابنسا وباما ملوى إن هامبوك دين هامانا هاغنينينا ملاركين بقتاهن بيعونين. العمود الأول أن لابد أن نكفر بجميع ما عبد من دون الله، ننفك عبادة كل ما عبد من دون الله، قل عبادة هذه عبادة باطلة. نعم بنجنا أن هاجنا أبونا إن كفر النتو إن كتان أونو أونو نبيك تأيب ونندوين عبدها الله سبحانه وتعالى سوين نتو يتو بطلون. نعم ونثبت العبادة الركن الثاني لله وحده لا شريك له. إبان سين هكروا ركن أمونا إن إثبت النتو إن بقتأيب ونتو بقسومبا فالله سبحانه وتعالى بمعنى بندلنته. ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد بشر عليه الصلاة والسلام. إبن سمخسي كتانيو إن رسول صلى الله عليه وسلم إن شتاؤه. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. إن رسول دي إشياء بوتينون. تميز عن البشر بأن الله سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا لهذه الأمة يوحى إليه. تغلى إن رسول صلى الله عليه وسلم دينها مع معنوسيا بل سببا إن جيني بيارا سين الله سبحانه وتعالى رسول بمع معنوسيا الذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد يسيوسيو إن أمو إنك تقيبون أتواسمون برسول صلى الله عليه وسلم ويرون شاسي مخسي إن رسول إن نبي إني صلى الله عليه وسلم رسول بيارا سين الله سبحانه وتعالى والذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول يسيوسيو إساب إن بياموتين نيا إن رسول صلى الله عليه وسلم ويرون شاسي مخسي سين إن شئيني رسول سين الله سبحانه وتعالى لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ولا نعصي شوهي كتان يمغد هؤنو أونونا إن بيان داعكن سين الله سبحانه وتعالى أي سين رسول صلى الله عليه وسلم ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب إبن سين بنال ناتو سيادي ناتي بموتين ونبتعد عن كل ما نهى عنه إبن سين لمايو كتان يهؤنو أونونا إن بيان لانن نيا ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله إبن سين مغد كتان يو سعدي كتان يمغهنا لونتا بدعة آغمانيا نعم هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام والله أعلم. نامون إن بقتاعون ركن بنجناان دينها مع ركن سين أغمى إسلام. نعم.